أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا طفيفا في السوق المحلية، وسجلت بورصة الكفاح في بغداد سعر صرف بلغ 157,200 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء في أغلب مكاتب الصرافة 156,750 دينارا، فيما بلغ سعر البيع 157,750 دينارا لكل 100 دولار. وفي محافظة البصرة بلغ سعر الصرف في البورصة 157,250 دينارا لكل 100 دولار. ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل بشكل طفيف يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع سعر خام البصرة المتوسط المصدر إلى آسيا 23 سنتا بينما يعادل 0.31% ليصل إلى 74 دولار و92 سنتا للبرميل الواحد. وارتفعت أسعار النفط الدولية في تعاملات اليوم الخميس بناء على مكاسب في الجلسة السابقة مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية. وارتفع خام برنت إلى 82 دولارا و74 سنتا للبرميل، بينما ارتفع خام غربي تكساس الوسيط إلى 77 دولارا ونصف الدولار للبرميل، فيما ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 3% في جلسة أمس الأربعاء ليستقر عند أعلى مستوياتهما منذ 30 من كانون الأول الماضي. وقد ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق الدولية الخميس بدعم من ضعف الدولار الأمريكي في وقت ينتظر المشاركون في السوق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسة والتي قد تؤثر على مسار سياسة مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع الذهب بنسبة 0.4% إلى 1883 دولارا و95 للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1886 دولارا و50 سنتا للأوقية. وفي أسعار القمح حيث شهدت انخفاضا في الأسواق العالمية بدعم من وفرة المحاصيل الروسية والأسترالية واحتدام المنافسة في تجاهل صخب الحرب في أوكرانيا. وانخفض العقد الآجل المعياري للقمح الأحمر الشتوي الناعم المدرج في بورصة شيكاغو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 27 شهرا، كما انخفض سعر هذه الحبوب في السوق الأوروبية إلى ما دون 290 يورو للطن على بورصة يورونيكست الإلكترونية. أعلنت رابطة الأعمال الأوروبية أن مبيعات السيارات الروسية انخفضت بنسبة 98.8% خلال عام 2022. وأضافت الرابطة بأن المبيعات تراجعت 50.2% في شهر كانون الأول الماضي. يشار إلى أن صناعة السيارات في روسيا تعد واحدة من أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد بعد فرض العقوبات الغربية العام الماضي على خلفية الغزو الروسي إلى أوكرانيا. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.